أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا بذي القربى واليتامى والمساكين وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعددنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما.
ويقولون
سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراينا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أن قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا صدق الله العظيم.